السلام عليكم، مساء سعيدا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليتاد تقول ربي تبارك وتعالى مثل القرآن هي المعنانس إغريغ ضربين يا ولي أمنين ولي أمنين يسليغ أمن سلان بيانو يقصد ربي تبارك وتعالى التيديم دولي بدال تغزنين ولي الصادقين. ما يقال المعنى الليتا؟ المعنى الليتا إنك ربي تبارك وتعالى يقصد ربي تريد وليدي تقصدني، بمعنى هنولي ممكن هذاك تكمل تقصد ربي ولا الخوف ربي ولا الصدق راك ربي غالي غتدي تولي كاين غير كان غير كان كانت الحال. يسجي إلا ما يعلم أنت نجار تبلا غير الذي نجار، يسجي إلا ما يعلم أنت حداد تبلا غير الذي حداد، يسجي إلا ما يعلم أنت بناوت غالي غير الذي بناون، يسجي إلا ما يعلم أنت خياط غالي غير الذي خياط. كذلك والنيران كان صنعت ينصحي بلي باب النس، والنيران يفولكي قراص ضربي ينصحي بلي اللي يفولكيني قراص ضربي يمعي ونديت على سنتين اول لتني تقرا بنصر بلاس على سنت على ستنين. غير كان يقال معنا وكونوا مع الصادقين، واللي يمكن تقوى ربا تكمل غاري غير الصدق، الصدق انت تكون تبنى الوقت هاتي الله القران فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ان ربي تبارك وتعالى ملك الغزان ربي ملك الغزان مدني ربي وكل داس نياف الصدق اللي ما تكيوفن غني يقال علامه الايمان إلا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمن ثلاث: إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا أؤتمن أدى. معنى ما هي معنى الحديث؟ هي معنى نسش الحيث هن لعلم المؤمن قد تكرار قد تلقنيك الخبر ليس ولا يتغزين دوليس كيركس تسنات إغدس للمانت يفوق زفكي تباب النس تسكرات يغينك الوعد يغيتك فسك انت غوصة استكمل او اختي دينا علمت الايمان بمعنى الايمان ودك يغيتنين الله اكبر نغيك يتظلم نغيفت الحجاد نغي ازكا اختين كل لابد نسنت، ولكن ما كان علمت غير غزان اختين يغبدا دا سلة غزين يغتين تفت يغدي استمخلط تفت الصدق يغيك يساول تعمد فوال نس او غيك دا يتقى مومن هنا مومن ولا يتقى ولا يسكركيس الا غ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح إن الصحابيين يا رسول الله إسيت زنومون الناس ربما يفلس قدر بكرا، إسيت تاكل الناس ربما يفلس قدر بكرا، الناس إسيت شكركيس الناس هو أمون ولا شكركيس هي تغزيني اللي قيزقي قام قرن غينا يوفا رمضان الغلاتات يشكاد يواجف ناد ما يبكي العهدي ربي رمضانات بعدا قيزي ما قيزي كس الجوارح نس يكس قيزي لسنس لعل وعسى يغيم يارا بدي تغزن رمضانات وليزري رمضان الكي يغتيم يارو كان يغزن كل وشواز هن لكن يا بناد مغويول رمضان اي تقا وشواز كله هو الصدق اشكوتي الصدق المقام قورنية غني يوفى النبي صلى الله عليه وسلم إنا إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. إنها أنت بنادم غير تغزين عشان التواكن استعطنا ربي استعطنا ربي أستاويش لجنس وإن الكذيب يهدي إلى الفجور وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تمام الحديثات إنها بنادم آلي التغزين للتغزين أركيتيني ترى ربي تبارك وتعالى إسيق الصادق إسيق الصديقين ولي دغي يسكر كيسن يسكر كيس ختاد أركيتيني ترى ربي تبارك وتعالى إسيق الكذابين لكذابين تاع هاتي المقام المنافقين غني لا إلا دغية الحديث يظنين إن النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبوك إلى ما لا يريبوك فإن الصدق طمأنيناه والكذب ريبة. إلا دغية الحديث يظنين إن النبي صلى الله عليه وسلم غيناك همانك قد تتويت غيناك إذا الخيط إلى قيز الفيت غيناك لهم ولك إلى قيز الفيت ندنشوت إلى خلتاشت فلك هان الصدق انتيتيان يغيت توزن بلاد من قلب الديت الصياب الخاطر نصف قراز ربي تبارك وتعالى يغيس كركيسة إن البديت تدي ما يخشن مثل القلب نس المقصود الصدق المقام قورنية أتحكون إن المولي عبد القادر رضي الله عنه اللي غفتا أن يقرأ اللي غمد عد مثل يقرأ
إفك العهدي ما سبدي توزن السالو لسكركيس تفك اسما سيت اليقوت نسا وهكا ويت اليقوت الحضوت ربما فلاش لك انت أما شو مدنك يجيت تما يتدربت نسيقنو تجيزي بالك أري الزيجيزي مونجات الجفلات يو كبار فوق الفلاسين مخار أمزن الشهن كله نتنى ناك غادو لطيفية تيزكي وشكي ينقيس هنا سي ماكية إما كي أي مزلوط هذا مما تسكر الضبي ما صطفت إن صطفا كي هاتك لي أقوة صطفا هنا سما نزات إفسي تلفست إن اسما كي حملنا اللي غتيت اللي تلك ولا قلت نشكي إن الصدق في غير عهدي ما تغزنا إن سيزد إيجري كان الموعظة إمخرنا كله أي اللي غاز سورين تالي أقوت الناس سورين كله كبار والناس بتون كله زغريان صدق يد يجنجا كل صب تبارك وتعالى كل كبارا يعني فالصدق هذا شيء عظيم نيا أي تمغيان شو شنا موفا أبدأ يتوغزنا بدنا زرته اللي غرغيلة والنا يتوغزن ما قيست تولات نتروانس أقيست تولات التوغزن والنا يسكركيسن أقيست تولات نتروانس تك الكذوب الكيرا كنتيني ميدن يدوي فلان ولا قيس انت فتيان التغزن ني غاتيني يدوي فلان ولا قيس انت فتيان يسكركيسن هو هاتي اختي ديكان الدين اما نغدا كان قيسن قنقوتن هادي ساهل نيت على كنتيني ساهلتنا العرض الصلاة عادة والصيام جلادة واللي شكيتي فيه جربوا بهذا ما هي المعنى نغي كدش لحيت إنك تظليت لعادة كثيرة وأن التقني ما نيس قنتو إم يرتد من مصدين سياس تبديس قنتو وظوم القوة كتاس كي راح الصحف وأن إم يرنا كان إم يرد أي تظوم إلي غير تظوم لا تقني تظوم حتى أنت ولكن والناس تتجربتي سيجار جازة تجرب ظليت وظوم جربت أما سندارة مخير الضرس الصدق درسي لا يتدو لمنت هاتي غير كده قال من عيكاد الصلاة عادة والصيام جلادة واللي شكيتي فيه جربوا بهذا غير كده ستيني وعرب نغزان غير كان يوفا أي مغيان أي قدين الناس الديني صحان أدولي سكركيس وخاتوا لي زري حتيان هني يقول يقول زريان هن ربي تبارك وتعالى يزرك أو أنظر ربي دغي وفق ربي سوى الناس جوا النبي صلى الله عليه وسلم أدغي رحمة ربي أدغي وفق ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.